الرحمن الرحيم، حصة الرياضيات لطلبة الصف الرابع. اليوم إن شاء الله يا رابع رح نبلش بدرس جديد، القسمة مع باقي. سنقوم بنفس الخطوات اللي تعلمناها في الحصة الماضية، فخطوات القسمة مع باقي هي نفسها خطوات القسمة مع بدون باقي. نستعرض في البداية المثال رقم 1 في صفحة 70. المثال رقم 1 بحكي لك أجد ناتج 85 تقسيم 3. إذن المثال الأول 85 تقسيم 3. نستذكر مكونات القسم التي تعلمناها في الدرس السابق، 85 تسمى مقسوم، 3 تسمى مقسوم علي. الآن سنقوم بإجراء عملية القسم باستخدام الخوارزمية، فنقول هذه إشارة القسمة الخوارزمية، العدد 85 بنقسمه على العدد 3، هنا نضع إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح. الآن نبدأ في العدد 8، العدد 8 يقبل القسمة على 3، مين الرقم اللي بنضربه في 3 بيعطيني 8؟ هو الرقم 2. 2 ضرب 3 يساوي 6. طبعا ما في رقم بضربه في 3 بيعطيني 8، في أقل من 8 اللي هو 6، فاثنان ضرب 3 يساوي 6. الآن سنقوم بعملية الطرح، 8 ناقص 6 يساوي 2. الاثنان أصغر من 3، إذا حلنا صحيح. بما أنه الاثنان أصغر فهي تحتاج إلى مساعدة، فمننزل 5 علشان نكمل عملية القسمة. العدد 25، مين الرقم اللي بضربه في 3 بيعطيني 25 أو أقل؟ الرقم اللي بضربه في 3 بيعطيني 25 أو أقل هو 8، ف8 ضرب 3 يساوي 24. الآن نقوم بعملية الطرح، 5 ناقص 4 1، 2 ناقص 2 0. إذا ناتج عملية الطرح 1، الواحد أصغر من 3، إذا الحل صحيح. ولكن انتبه يا رابع، هون ما ظل في عندي أرقام أنزلها عشان تساعد الواحد، فانتهت المسألة. فالعدد 28 هنا بنسميه الناتج كما تعلمنا في الحصة الماضية، أما الواحد الذي نتج من عملية الطرح فهذا الواحد يسمى باقي. الآن لو طلبت منك تتحقق من صحة الحل، التحقق من صحة الحل سيتم التحقق كالتالي. التحقق بنحكي المقسوم عليه ضرب الناتج زائد الباقي يساوي المقسوم. المقسوم عليه 3 ضرب الناتج 28 زائد الباقي 1 يساوي 3 ضرب 8 24، 4 و2 باليد، 3 ضرب 2 6 و2 8 84 زائد 1 يساوي 85. لاحظ الناتج هو نفسه المقسوم، إذا الحل صحيح. ننتقل الآن إلى المثال رقم 2. المثال رقم 2 صفحة 71، أرادت ياسمين أن تضع 755 صورة في ألبوم، إذا كانت الصفحة الواحدة تتسع لستة صور، فكم عدد صفحات الألبوم الذي اختارته؟ طبعاً راح تقوم بتوزيع الصور، وما دام حكينا العملية فيها توزيع، إذا سنقوم بعملية القسمة. فنقسم 755 تقسيم 6. 755 تقسيم 6، 755 هي المقسوم، 6 هي المقسوم عليه. سنقوم بعملية القسم باستخدام الخوارزمية، نضع العدد 755 اللي هو المقسوم في داخل الخوارزمية، خارج الخوارزمية نضع المقسوم عليه 6، هنا إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح. ما هو العدد اللي بنضربه في 6 بيعطيني 7 أو أقل؟ هو العدد 1، 1 ضرب 6 يساوي 6. نقوم الآن بعملية الطرح، 7 ناقص 6 1، الواحد أصغر من 6 إذا حلنا صحيح. رح ننزل هاي الخمسة لتساعد الواحد فيصبح العدد 15. بدنا الرقم نضربه في 6 يعطيني 15 أو أقل اللي هو الرقم 2، 2 ضرب 6 يساوي 12.
نقوم الآن بعملية الطرح. 5 ناقص 2 3، 1 ناقص 1 0. الثلاثة أصغر من الستة، إذا حلي صحيح. ضل عندي هاي الخمسة ممكن تساعد الثلاثة، فبنزلها جنبها فيصبح العدد 35. مين الرقم اللي بضربه في ستة بيعطيني 35 أو أقل؟ هو العدد 5. فخمسة ضرب ستة يساوي 30. نقوم بعملية الطرح. 5 ناقص 0 5، 3 ناقص 3 0. الخمسة أقل من الستة، إذا حلي صحيح وما ضل في عندي شيء ساعتها، فتعتبر الخمسة هي الباقي. أما 125 فهي الناتج. نأتي الآن إلى التحقق. سنقوم الآن بعملية التحقق. التحقق طبعا نتحقق كالتالي: المقسوم عليه ضرب الناتج زائد الباقي يساوي المقسوم. المقسوم عليه هنا يساوي 6 ضرب الناتج 125 زائد الباقي 5 يساوي 6 ضرب 5 30، 0 و3 باليد. 6 ضرب 2 12 زائد 3 15، 5 و1 باليد. 6 ضرب 1 6 و1 7، فيصبح الناتج 750 زائد 5 يساوي 0 زائد 5 5، والخمسة هاي بتنزل في منزلة العشرات، والسبعة في منزلة المئات بتنزل، فيصبح الناتج 755. انظر إلى المقسوم، النتيجتان واحدة، إذا الحل صحيح. الآن ننتقل إلى حل سؤال أتحقق من فهمي. صفحة 70 بحكي لك: جد ناتج 73 تقسيم 5. 73 هي المقسوم، 5 هي المقسوم عليه. سنقوم بإيجاد الناتج حسب الخوارزمية. هنا العدد 73 وهنا العدد 5، نضع هنا إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح. الآن 7 بتقبل القسمة على 5، العدد اللي بضربه في 5 بيعطيني 7 أو أقل هو 1. 1 ضرب 5 5. نقوم بعملية الطرح. 7 ناقص 5 2، الاثنان أقل من الخمسة، إذا حلي صحيح. هلأ بنزل التلاتة حتى أكمل عملية القسمة. 23 تقسيم 5، عدد بضربه في 5 بيعطيني 23 أو أقل هو العدد 4. 4 ضرب 5 20. نقوم بعملية الطرح. 3 ناقص 0 3، 2 ناقص 2 0. الثلاثة أصغر من الخمسة وما في شيء أنزله، إذا الثلاثة هي الباقي والناتج يساوي 14. الآن سنتحقق. نحكي التحقق المقسوم عليه ضرب الناتج زائد الباقي يساوي المقسوم. المقسوم عليه هو العدد 73، عفوا العدد 5 المقسوم عليه، ضرب الناتج 14 زائد الباقي 3. نقوم في البداية بعملية الضرب. 5 ضرب 4 20، 0 و2 باليد. 5 ضرب 1 5 و2 7 زائد 3. 70 زائد 3 بيساوي 73. لاحظ الناتج هو نفس المقسوم، إذا الحل صحيح. ننتقل إلى سؤال أتحقق من فهمي. صفحة 71. طبعا أتحقق من فهمي يا رابع بتم حلها على الدفتر. بدنا نقسم 437 تقسيم 3. 437 هي المقسوم، 3 هي المقسوم عليه. سنقوم بإيجاد الناتج عن طريق الخوارزمية. 437 تقسيم 3، نضع هنا إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح.
الأربعة بتقبل القسمة على ثلاث، مين الرقم اللي بضربه في ثلاثة بيعطيني أربعة أو أقل؟ واحد، واحد في ثلاث، ثلاث، أربعة ناقص ثلاثة واحد، الواحد أصغر من الثلاثة، الحل صحيح، فمننزل الثلاثة جنب الواحد. 13 تقسيم ثلاثة، رقم بضربه في ثلاثة بيعطيني 13 أو أقل، اللي هو العد أربعة، أربعة في ثلاثة يساوي 12. نقوم الآن بعملية الطرح، ثلاثة ناقص اثنان واحد، واحد ناقص واحد صفر، الواحد أقل من الثلاثة إذا حلي صحيح. ضل عندي هاي السبعة مننزلها عشان تساعد الواحد، فيصبح العدد 17. 17 تقسيم ثلاثة بدي رقم أضربه في ثلاثة بيعطيني 17 أو أقل، اللي هو العدد خمسة، خمسة ضرب ثلاثة بيساوي 15. نقوم الآن بعملية الطرح، سبعة ناقص خمسة اثنان، وواحد ناقص واحد صفر، الاثنان أقل من الثلاثة، الحل صحيح، وما ضل في عندي أرقام تساعده، فبكون الاثنان هو الباقي، والعدد 145 هو الناتج. الآن سنتحقق من صحة الحل، التحقق، المقسوم عليه ضرب الناتج زائد الباقي يساوي المقسوم، المقسوم عليه ثلاثة ضرب الناتج 145 زائد الباقي اثنان يساوي ثلاثة ضرب خمسة 15، خمسة واحد باليد، ثلاثة في أربعة 12 وواحد 13، ثلاثة وواحد باليد، ثلاثة ضرب واحد ثلاثة وواحد أربعة زائد اثنان، 235 زائد اثنان، طبعا خمسة زائد اثنين سبعة، الثلاثة في منزلة العشرات بتنزل، الأربعة في منزلة المئات بتنزل، يسبح الناتج 437. بلاحظ إنه الناتج هي نفسها المقسوم، إذا الحل صحيح. الحصة الجاية إن شاء الله يا رابع سنقوم بحل أسئلة أتدرب صفحة 72 على الدفتر. يعطيكم العافية وشكرا كتير لكم يا مس.